اهتمت وسائل الإعلام الأوغندية بالحديث عن محمد صلاح نجم المنتخب الوطني وليفربول الإنجليزي قبل مباراة الفريقين غدا الخميس في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018. نشرت صحيفة نيو فيجن الأوغندية تقريرا مطولا عن صلاح للتحذير من قدراته تحت عنوان الأوناش مطالبين بإزعاج محمد صلاح، وأرفقت بالتقرير صورة للفرعون خلال مباراة الفريقين في بطولة كأس الأمم الإفريقية الأخيرة. وتحدث التقرير عن قدرة جناح الفراعنة في التحكم بالمباريات سواء بتسجيل الأهداف أو بصناعتها من كرات معدومة، لما يمتلكه من سرعة كبيرة ومهارات فردية تحتاج إلى التعامل معها بشكل خاص للإبقاء على حلم الأوناش في المنافسة على التأهل إلى كأس العالم.